لو حضرتك حطيت ايدك على عينيك كده هتعرف اللي المغرب بيعمله ده معناه ان هناك اداره او اداري ناجح يستطيع ان هو ياخد المنتخب المغربي من 5 6 سنين الى ان هو كان بيطلع ما بيوصلش لامم افريقيا اساسا. بلاش في امم افريقيا الاخيره طلع من المنتخب المصري، ولكن استطاع ان يصل الى الدور قبل النهائي في هذه البطوله الكبيره جدا جدا جدا. وبالتالي شكرا للمنتخب المغربي وللمسؤولين في المنتخب المغربي على اللي بيعملوه، وفي نفس الوقت بنقول لهم شكرا ان انتم عرفتونا ان احنا عندنا مشكله اداريه كبيره جدا جدا جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الانجاز والاعجاز اللي عمله منتخب اسود الاطلسي. واقع بطولي نعيشه كالحلم الجميل بعد نجاح المنتخب المغربي الشقيق في تحقيق الانتصار على منتخب البرتغال بهدف نظيف والصعود لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الذي ظل حلما لما يقرب القرن. نجحت كتيبة المدرب المغربي الوطني الشاب وليد الركراكي في صناعة واقع كنا نعيشه حلما، وأعاد إلى الأذهان ذكريات انتصار جيل أسود الأطلس في كأس العالم عام 1986 على البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات. ومن كريم وخيري إلى يوسف النصيري الذي مزق شباك البرتغال بهدف سيخلده التاريخ، ومن تألق التيمومي إلى صلابة أمرابط، ومن الحداوي إلى أشرف حكيمي، ومن بادو الزاكي إلى ياسين بونو، يستمر الإبداع المغربي في كأس العالم. سيكون المنتخب المغربي على موعد مع التاريخ والحاضر والمستقبل حين يواجه المنتخب الفرنسي حامل اللقب في نصف نهائي كأس العالم 2022 بأحلام تتخطى حدود السماء ودعوات العرب وأمنيات الأفارقة بالوصول إلى نهائي كأس العالم.